بكي بن عامر الأمين العام لتحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة. اليوم جئنا هنا إلى مركز العقيد لطفي أمام الحدود المغربية الجزائرية لنقول بصوت واحد أنه لا بد من فتح الحدود بين الجزائر والمغرب. ليس هناك أي مبرر لا أخلاقي ولا سياسي ولا تاريخي لغلق الحدود لمدة عقود من الزمن. اليوم هناك شعبان ينبغي أن ينعتق من حكم العصابات. اليوم نقول بصوت جاهر لا بد هذه الحدود أن تفتح في وجه الإخوة المغاربة وفي وجه الإخوة الجزائريين، وأن نلتف وأن نتصالح مع تاريخنا ونستشرف المستقبل معا. تحيا الجزائر، تحيا المغرب، شعوبا موحدة. مزيان فاطمة الزهراء، محامية لدى مجلس قضاء وهران. إذا رانا هنا اليوم باش نديروا وقفة احتجاجية من أجل رفع هذا الحاجز الأمني اللي رانا نشوفوه بالخلف واللي راه يمنع اتصال الشعبين. حنا ماذا بينا هاد الشعبين اللي تربطهم عدة أمور في الدين، في اللغة، في الثقافة، في العادات، في التقاليد، أنهم يكونوا شعب واحد كما كنا من بكري. 24 سنة من بعد ما زال هذا الحاجز الأمني يمنع انتقال وتحرر الشعبين. معا في عصر العولمة، في عصر التكنولوجيا، في عصر التحضر، ما زلنا حنايا ما نقدروش ادو ما حنايا باش نروحوا عند الاخوان نتاعنا في المغرب ولا هما يجوا لعنا للجزائر. حكيم بشير نقابي استاذ، اليوم جينا باش نحروا هذه الحدود، لان حريه التنقل هو حق دستوري. اذا المغرب والجزائر خاوه، شعب واحد تربطهم، عائلات بيناتهم، دم بيناتهم، كل شيء بيناتهم. العصابة غلقتها في 94، اليوم 25 سنة من العهد، لابد العصابة مشات وحنا نجيرو موراها. إذن لابد نلبيو حق الشعب، تنقل وفتح الحدود. تحيا المغرب، تحيا الجزائر. أستاذ رزقي عز الدين النقابي، ألو السي اللي راه خان عليك صافي با با 70 زون 80 زون، كانوا الناس مجاهدين، كانوا منا يروحوا ليه ومن اللي هيجوا هنايا. كانت وجدك سيتي ان باس افونسي دو فرون دو ليبراسيون ناسيونال. يا في دي ماروكان كي سون مور لي زارما لا ما هنا في الجزائر. واليوم راني مخلوع ادير لا فرونتيير. علاه دير لا فرونتيير وتخلي الجي كازابلوكا؟ علاه دير لا فرونتيير وتخلي اورو كازابلوكا بور لي نونتي دو سيستيم؟ العصابه راه عندها لي با، عندها لي زوتيل وعندها لي ريستورون ا بوستا. للعصابه راه عندها لي زوتيل لي ريستورون ا كازابلوكا. حبسوا كل شيء، حبسوا كلش وكملنا مع هذا الهضره. مزيان جي مواطن من ولايه وهران، المسمى مزيان جلالي القاطن بولايه وهران، ناشط حراكي. هذا الحاجز الامني الذي يفصل ما بين الجزائر واخواننا الاشقاء المغاربه يؤسفني كثيرا، ونطلب من السلطات في اجل الوقت القريب بفتح هذا الحجز لانهم اخواننا. الله يحفظك. جلال فراس فرحات الناشط جمعوي، حنا اليوم هذه الوقفه درناها اليوم اولا باش نجوا نغافروا اخواننا المغربيين، وباش نقولوا باللي هذا الغلق يعني يمس بحقوق الانسان بالدرجه الاولى، ويمس كذلك بالحقوق الاساسيه للمواطن الجزائري، ومنها الحق المدستر اللي هو حق التنقل. كذلك هو خارج عن الاطار القانوني، ما عنده أي مؤسس قانوني، خارج عن الاتفاقيات والأعراف الدولية. إذن اليوم حنا نقولوا وجبنا جواز السفر تاعنا وبغينا ندخلوا كجزائريين، يعني كرمزيا نغافروا العائلة تاعنا. إذا خلونا ندخلوا بارك تبارك الله، وإذا ما خلوناش حنا ثابتين في المواقف تاعنا ونعاودوا نرجعوا الأسبوع القادم ونعاودوا نرجعوا الشهر القادم حتى نحلوا هذه الحدادة بفضل الله. حبيطة محمد، مواطن جزائري. احنا جينا للحدود المغاربيه الجزائريه ان شاء الله، وحنا الهدف تاعنا ان شاء الله فتح الحدود. تفضل. يا انيس عضو المجلس الوطني لحزب جبهه القوى الاشتراكيه، اقول ان العلم الجزائر مركب من ثلاث الوان، تونس، المغرب والجزائر، وبالتالي يحيى مغرب الشعوب، نحن مغاربه، نحن تونسيين. استاذ مبارك احمد، محامي مدافع على حقوق الانسان، وايضا عضو حركي في
ما يسمى قاعدة بوليتيك تاع بلاص ضرب. انا مثال حي نتاع الناس اللي القلب نتاعهم مقسوم بين زوج كما يقولوا بالعباره، بما ان انا زايد في المغرب، كبر في المغرب، الوالده نتاعي زايده في المغرب، عندي اجداد مدفونين في المغرب ومنذ اكثر من 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 20 سنه لا يسمح لنا ان نروحوا الى مدينه وجده، بما ان كنا عايشين في الناحيه نتاع مدينه وجده ومدينه تازة وين عندي افراد العائله اللي مدفونين فيها. هاد التفرق غير مقبول. انا نظن باللي هاد العمل اللي راه مديور من طرف الحكام نتاع البلدان الاثنين غير انساني، غير اخلاقي، ولا يطبق عليه من ناحيه نتاع القوانين الدوليه ولا شيء اخر. لهذا حنا كنا سمعنا الابوين نتاعنا والجدود نتاعنا كانوا يتكلموا على بناء المغرب العربي في اقبل سنه 1930، لان اليوم نتسائلوا وين راه هذا المغرب العربي كي تبلع حدود بين زوج بلدان، وين كيفاش باغي تبني المغرب العربي اللي ممكن يكون قوه وقوه قويه لبناء اولا لتحرير المجتمع نتاعنا الجزائري وكجامع المجتمع المغاربي من مغاربه وتونسيين وجزائريين والى اخره. شوف